وينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله مراسلنا هناك بشار صغير. بشار، هل لك أن تضعنا في صورة الأوضاع في القدس والضفة الغربية والمواجهات في مدينة الخليل بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين؟ نعم، دعينا نبدأ من أهم التطورات وبالتحديد من حادثة استشهاد السيدة ثروت الشعراوي 72 عاماً. طبعا السيدة ثروت كانت قد استشهدت برصاص قوات الاحتلال عند جسر حلحول، عند جسر بلدة حلحول شمال الخليل، بحجة أنها حاولت دهس جنود هناك قاموا بإطلاق حوالي 15 رصاصة عليهم أدى إلى استشهادها على الفور. طبعا الحجة الإسرائيلية تقول بأن السيدة حاولت دهس جنود هناك، الأمر الذي نفاه عائلة بشدة قائلين بأنه كيف يمكن لسيدة مسنة بهذا العمر أن تقوم بتفكير القيام بهكذا عملية. هذا من ناحية، من ناحية أخرى عائلتها أكدت بأنها كانت متوجهة لزيارة أقارب لها قريبون من المنطقة. هذا فيما يتعلق بالسيدة الفلسطينية. ميدانيا المواجهات كانت قد اندلعت في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وأعنف هذه المواجهات كانت في الخليل. هناك أصيب حوالي 15 مواطنا بالرصاص الحي، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين أيضا بالرصاص الحي في بيت لحم، كما أيضا في منطقة الخليل أصيب إسرائيليون بالرصاص من مجهولين. وبشكل عام كانت نعم اندلعت مواجهات في مناطق مختلفة كانت قد دعت لها القوى شكرا الوطنية جزيلا والإسلامية لك كانت متفرقة من الضفة. شكرا جزيلا لك بشار صغير على جملة هذه التفاصيل، متحدثا إلينا من رام الله.